هي دي اكبر اهانه هيفضل يعاني منها اي مصري مهما قدم من فروض الولاء والطاعه، مهما قدمت لسه شويه كمان، او زي ما بيقول سندباد الكلمه، قدموا فروض الولاء، قدموا فروض الولاء وانحنوا سمعا وطاعه، بطلوا شغل الغباء، بطلوا شغل النطاعه، انفذ قامت قيامتك وادوا للباشا التحيه. ده اللي ضحى عشان جنابك 10 سنين كان اكله ميه، يا شعب ناكر للجميل، ده ما سابش دوله على الخريطه واستلف عشان تعيشوا. هتقولوا مش باين علينا؟ ايه هي الحكايه في يوم وليله ولا هي سلق بيض؟ ده شغل عالي من اللي متوصي عليه، فبطلوا شغل الغباء، افهموا يا شعب، حسوا شويه، بصوا للي عمله عشان راحتكم، قلق في نومه وقال راحته، ما هو اصل راحته من راحتكم، وكله في الاخر ده ليكم. اصبر شويه، حتى لو بعتوا ابتسامه، انسى موضوع الفلوس، واللي مش لاقي ملابس، واللي نايم على الرصيف، واللي مش لاقي الرغيف، المهم، ايوه المهم نبني دوله عسكريه مش عسكريه، المهم تبقوا دوله. فبطلوا شغل القطيع، بطلوا تخوين جنابه، اوعاك تقول غلا وكلام من اللي مش جايب مفيد. قارنوا سعر البيضه بره اغلى من سعره جوه، اغلى من علف البهيم. هو اصل عيب عليكم، انتوا شعب اصله جاحد، شعب ناكل للجميل، فيها ايه؟ لو يوم جنابه ادى وعد والقدر ما حققوش يبقى ذنبه ايه؟ ليه تجيب العيب عليه؟ ده انتوا ضي ونور عينيه. فبطلوا شغل الغباء، بطلوا شغل النطاعه، واصبروا كمان شويه، يمكن تعيشوا زي بره، او تعيشوا حتى بره.